دعنا حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك. لما بتمر من نفق المشاة بمنطقة جليم باسكندرية بيخطفك بصوته الجميل وعزفه على الجيتار. بولا الإسناوي حفيد الشاعر الراحل كامل الإسناوي قرر إسعاد الناس وإدخال البهجة في نفوسهم من خلال عرض موهبته في الشارع. أنا بعمل حاجة تفرح الناس، بعمل شيء جديد أول مرة يشوفوه في مصر عموماً. هو معروف في الدول الأوروبية طبعاً الغنى في الشارع عادي وكده، فطبعا قلت انا ليه ما اعملش كده، ليه ما اكونش احسن منهم. عيوني الليل يلا نعيش عيوني الليل ونقول. بتتنوع الاغاني اللي بيقدمها بولا بين القديم والجديد علشان يناسب جميع اعمار المارين واذواقهم المختلفه، والنتيجه بتكون اعجاب الناس بادائه الجميل. ردود فعل الناس طبعا جميله جدا، في اللي بيبتسم، في اللي بيقف جنبي ويسمع، في اللي بيصور وبينزل على السوشيال ميديا. بيشتغل بول الإسناوي على تطوير أدائه بشكل مستمر وبيتدرب على طبقات الصوت المختلفة علشان يكون أكثر إتقانا ويصل إلى قلوب مستمعيه. محمد عبيد، مساء ديامسي.